مرحبا بكم مشاهدينا على هامش معرض الكتاب اليوم في مدينة إدلب. نلتقي بالكاتب عمار الأمين ابن مدينة إدلب والحاصل على جائزة الطيب الصالح. مرحبا بك أستاذ عمار. بداية، من هو عمار الأمير؟ وهل اتجه إلى الكتابة بطريق تخصص علمي أم بهواية؟ أنا عمار الأمير من مدينة إدلب، بعشق إدلب بماضيها وحاضرها وراح أعشقها بمستقبلها. أنا كل بناي بتولد بإدلب برقد بباركلة، وكل بناي بتموت باخذ بخاطرها. بديت بالقراءة، كون المركز الثقافي قريب من منزلي وصار بيتي الثاني الحمد لله رب العالمين. وبديت بقراءة كتب التاريخ، أردت أنه أعرف شو عم بيصير أو شو صار حتى أعرف شو عم بيصير، وتحول وأدمنت رائحة الأوراق الكتب القديمة الكتب الصفراء، وتحول بشكل أوتوماتيكي إلى الكتابة. أما عن سؤالك أنه هل هي هواية أو تخصص، أستاذ مصعب، القراءة هي هواية بس الكتابة مو هواية. الكتابة هي تحول من الهواية إلى التخصص، إذن الكتابة هي تخصص. بدنا نعرف شو اليوم يعني أنت دراستك العلمية. هلأ بالنسبة للدراسة العلمية وعملي بعيد عن يعني الكتابة نوعا ما، لأنه أنا حاصل على شهادة مساعد مجاز في الهندسة الميكانيكية، وأعمل كمان بعيد عن الكتابة، أنا مدير مركز أيادة مبصرة لدعم ورعاية المكفوفين. حصلت أستاذ عمار على جائزة الطيب الصالح العالمية للكتابة، ما هي هذه الجائزة وكيف وصلت إليها؟ وصلت إلى الجائزة عبر إعلان المعروف. الجائزة الطيب صالح جائزة عالمية، هي عبارة عن عرس ثقافي كبير، لوحة، نحسن نقول لوحة عالمية عم تتشكل بمنتوج أدبي رفيع. أنا بالنسبة إلي جائزة الطيب صالح كانت الجول المسجل. لك تقول لي كيف؟ أنا الحمد لله رب العالمين نشرت 4 كتب والخامس تحت الطبع، بس حسيت حالي أنه أنا لعبت مباراة، لعبتها بشكل قوي، بس كانت النتيجة تعادل مع نفسي. جائزة الطيب صالح كانت هي الهدف اللي حققت من خلاله الفوز، وأنا عرفت قيمتها أكثر لجائزة الطيب صالح من خلال احتفاء الناس بمدينة إدلب وإعلامياً إلى آخره. تحدثت عن الكتب المنشورة لك، استوقفني عنوان وهو جاسوسة الملائكة، حقيقة العنوان غريب، ما المقصود بهذا العنوان؟ جاسوسة الملائكة هي عنوان قصة من كتابي الثاني، حمل نفس العنوان. وبكل بساطة جاسوسة الملائكة معناه كان عن زوجتي اللي أنا بشوفها إنه هي ملاك نزل بين البشر ليتجسس لصالح الملائكة بكل بساطة. نعم. استوقفتني خاطرة في كتاب شتيمة موصوفة تقول فيها أستاذ عمار: قادر السجين حضن الوطن بعد آخر حفلة تعذيب إلى حفرة تحت تراب الوطن. يعني بالرغم من صدور هاي الخاطرة أو الكتاب شتيمة موصوفة بال2017، أنا شفت أنه يعني اتطرقت لمجزرة التضامن والشيء اللي صار. كيف أنت أو حالك بال2017 أنه لكتابة هكذا حدث، والحدث هذا كان مقيب يعني عن السوريين؟ نعم، أنا كتبت قصة أنا لا أحب الوالي، وهي ضمن كتابي الأول شتيمة موصوفة عن دار ميسلون. لما أنا طبعا كتبتها ب 17، نشرت الكتاب 2018. مرت الأيام، ومن خلال قراءة سريعة للأحداث عرفت أنه المريض غريب الأطوار بشار الأسد عنوان الحرب السورية بالويل لمن لا يحبني.
هناك حفرة جاهزة لمن لا يفديني بروحه ودمه. كتبت القصة أنا لا أحب الوالي. مرت الأيام بعد 5 سنوات عام 2022 لما شفت الفيديو المسرب اللي هو من آلاف الفيديوهات عن مجزرة التضامن، تذكرت هالقصة هاي وبكيت بحرقة. لو نسمع هذه. بعد عقود عاشها في ضعف وخوف، تشجع وقال في نفسه: أنا لا أحب الوالي. لم يدري أن صاحب الشرطة، أنا صاحب الشرطة الذي جلد 70 جلدة وحرم من إطلاق لحيته وطوف به 11 طوفة بين الصلاتين يصاح عليه هذا جزاء المرتشي، قد طور جهازا يقرأ الأفكار وأعادوه صاحب شرطة مكافأة له. لذلك تم إلقاء القبض على أفكاره بالجرم المشهود، اعتقلوه ووضعوه أمام كبير المحققين قائلين: يا سيدي إنه لا يحب الوالي. نظر إليه المحقق قائلا: ألا تحب الوالي؟ ثم انهال عليه يعضه ويضربه صارخا: العالم كله يتمنى أن يحكمه الوالي وأنت لا تحبه؟ غادر السجين حضن الوطن بعد آخر حفلة تعذيب إلى حفرة تحت تراب الوطن أعدت خصيصا لمن لا يحبون الوالي. شو هي أبرز المؤلفات لحضرتك اللي انتشرت واللي اليوم تحت النشر؟ الكتاب الأول كان شتيمة موصوفة، الكتاب الثاني كان جاسوسة الملائكة، الكتاب الثالث كان أبو صخر، الكتاب الرابع كان يوميات سامو يوم اللي حصلت عليه على الجائزة، الكتاب الخامس قارئ الندوب. نتطرق للكتاب الذي حصلت عليه على الجائزة، عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ يتحدث عن فئة عمرية يعني بين 8 وبين 12 سنة، يعني هيك رح هو يتحدث الكتاب، وهو عن قصص أطفالي. يعني أنا عندي طفل، ابني الكبير اسمه سام وعندي بنت اسمها يم، فكتير بضطر أنا أنه تكون تربيتهم صالحة وعلمي، يعني أن يتعلم ينهل، يعني إذا ما نهل الإنسان أو طفل من هو صغير ما رح يكفي 4 أعمار ولا 5 أعمار لحتى يقدر يتعلم شيء عن سواء كان الدين أو علوم الدنيا. بالنسبة لك ككاتب موجود في مدينة إدلب وفي منطقة تشهد حرب منذ عدة سنوات، ما أبرز الصعوبات اليوم التي تواجه الكاتب في هكذا ظروف؟ أبرز الصعوبات اللي بتواجه الكاتب بشكل عام وبشكل خاص أنا أنه عدم وجود دور نشر نطرق بابها بكل احترام. نحن نطرق أبواب دور النشر في تركيا، في لبنان، يعني في بالدول المستقرة على أساس نوعا ما، يعني أنه مستقرة نوعا ما. بالإضافة لهالشيء أنه عدم تفرغ للكتابة هذا يؤلم حقيقة. أنا الحمد لله رب العالمين قدرت أكتب 5 كتب بوقت زمني، وأنا قادر على أنه أكتب أكثر وأكثر، لأنه أنا بعتبر الكتابة رسالة، تأريخ، رصد مشاهد جميلة وبنفس الوقت مشاهد حزينة، مشاهد مؤلمة ما لازم تنتسى، ما لازم تنمسح من ذاكرة الناس. فلذلك أنا بحاجة لوقت، أنا بحاجة لتفرغ. بس للأسف يعني أكبر الصعوبات هي أنه الرغد وراء رغيف الخبز. حقيقة اللقاء مميز مع الكاتب عمار الأمير، لكن الوقت وإشراطاته في نهاية لقائنا. شكرا لك أستاذ عمار على هذه المقابلة، وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، أطيب المنى، وإلى اللقاء.